مع اريا جديده، اريا جديده من الكافيتيز اللي بتمتلئ بها منطقه الهيد اوف ذا نيك. الاريا دي يسموها ماوث كافيتي، او الاسم التاني بتاعها اورال كافيتي. الماوث كافيتي انذر اريا لها باوندريز، لها انتيريور باوندري وبوستيريور باوندري. الانتيريور باوندري فتحه والبوستيريور باوندري فتحه. فتحه الانتيريور باوندري اوف ذا ماوث كافيتي، الفتحه الاماميه تسموها اورال فيشر، شق الفم اللي هو السبيس اللي يقع بين التو ليبس الابر ليب واللور ليب. اما بوستيريور ليب فكانت عباره عن فتحه توصله في الجزء كافيتي اللي بعد اللي اسمه الفارينكس، فيسموا الفتحه ديت اوروفارينجيال اسماس. ده منظر ده الابر ليب، ودي الهارد بلد، ودي السوفت بلد. ده السكن اوف ذا ابر ليب، ودي المنطقه ديت اللي جزء من المجزل اللي ماسك فيها التيس. دي الهارد بلد ودي السوفت بلد، ومن هنا كان السكن اوف ذا ابر ليب. طيب من تحت فكان في عندي اللور ليب، يبقى ده المندبل، والمندبل هنا ماسك فيه الاسنان، وهنجد الاورجن الكبير اللي بيملى الفلور اللي هو التانج، وماسك فيه العضله المشهوره باسم الهايوجلوسس. على هذا الاساس هنجد السبيس اللي حدوده من قدام الاورال فيشر الانتيور باوندري، هنجد ان حدوده من الخلف كانت هي الاورو فرينجيال اسمس. هذا السبيس كان مقسوم الى تو مين بارتس، يبقى الماوس كافيتي is divided الى اتنين major parts. الفيرست بارت رقم واحد اللي اسمه الفيستيبيول، والسكند بارت اللي اسمه اللي هو رقم اتنين اللي هو اسمه ماوث كافيتي بروبر. بخصوص الفيستيبيول ده اريا او بارت من الماوث كافيتي تقع من قدام بين التيس بوستيرولي وبين اللبس انتيرولي، ومن السايدز هتقع بين التيس ميديالي والميوكس ممبرين اوف ذا تشيك لاترالي. السبيس ده احيانا بعض من الفود بارتكلز اثناء عمليه الماستيكيشن بتدخل فيه، ودي كانت العضله اللي اسمها الباكسينيتور بتسحبه بالنيجاتيف بريشر الى داخل الماوث كافيتي بروبر. اما الماوث كافيتي بروبر فده كان الجزء الثاني من اجزاء الماوث كافيتي، وده الجزء الكبير. هذا الجزء اللي يقع انسايد ذا تيث. هذا الجزء له باوندريز، كان له روف وكان له فلور، وكان له عندي انتيريور اوبننج او انتيريور باوندري وبوستيريور باوندري. الروف اوف ذا ماوث كافيتي بروبر كانت بتعمله الهارد بلت من قدام والسوفت بلت من ورا، اما الفلور فكان اوكيوبايد باي ذا تانج and the structures related to it. اذا موضوع دراستنا دلوقتي للماوث كافيتي هتعتمد اساسا على التنج والفلور، للستراكشرز اللي بتملى الماوث كافيتي بروبر، بتاخد الفلور وجزء من الكافيتي. بخصوص الروف، الروف زي ما احنا قلنا في هارد بلت. الهارد بلت كان بيتكون من جزء الاثنين، انتيريور بارت كان جزء من المجزلة وبوستيريور بارت كان جزء من البلاتين بون. اما السوفت بلد هندرس في موضوع مستقل لوحده الاستراكشر والفانكشن بتاعها. بخصوص الفلور فانا كان في عندي التنج والاستراكشرز اللي ريليتد. الاستراكشرز اللي كانت ريليتد للتنج انا اخدها حالا بس بعد ما ندرس الكوميونيكيشنز اوف ذا ماوث كافيتي. الماوس كافيتي از كونكتد انتيريورلي من قدام مع من خلال الاورال فيشر مع منطقه الفيس، اما بوستيريورلي من الخلف فكان كونكتد او كوميونيكيتد مع منطقه الفارينكس بالممر او الفتحه اللي اسمه اوروفارينجيال اسماس. الان هنبتدي ناخد الفلور اوف ماوس كافيتي اللي كان فيها التنج. الستراكشرز اللي كانت قاعده ديب للتنج، ديب هنا بمعنى انفيريور، قاعده على اللور سيرفيس اوف ذا تنج وهي بتشغل الفلور اوف ذا ماوث كافيتي، كان عددهم ثلاثه. هنشوفها من خلال المنظر ده بيمثل لي التو ليبس فورمينج الباوندريز اوف ذا اورال فيشر. ادي عندي الابر ليب ودي عندي اللور ليب. هنا
دي الليب اوف ذا ماوس. ده التانج، بس التانج هنا كان إليفيتد، مرفوع التب بتاعته لفوق، فدي التب اوف ذا تانج والتانج مرفوع. اذا ده الاندر سيرفيس، ده اللور سيرفيس اوف ذا تانج. فهنشوف الاستراكشرز اللي ريليتد لي وتشغل الفلور اوف ذا ماوس. كانوا عباره عن 3 استراكشرز، كان عباره عن كان في عباره عن ثين فايبرس بارتيشن، هيمسك اللور سيرفيس اوف ذا تانج بالفلور اوف ذا ماوس ويتصل بالتانج يربطه بالفلور. بس هذا السين فايبرس بارتيشن لا يمتد حتى التب، لا يصل الى التب. لو وصل للتب في الحاله ديت التب اوف ذا تانج هتبقى تايد للفلور اوف ذا ماوس، ويسموا الحاله دي تاي تانج. بعد كده هنجد في الاندر سيرفيس في اللور سيرفيس اوف ذا تانج هنجد في تو فينز اسمهم بروفاندا لينجوي فينز، وهنجد تو فيمبريتد فولز من الميوكوزا من الميوكوس ممبرين. دي كانت الاستراكشرز اللي هي ريليتد تو ذا لور سيرفيس اوف ذا تانج وتشغل جزء من الفلور اوف ذا ماوث كافيتي. طيب التانج، التانج اللي هو الاورجن الكبير اللي قاعد بداخل الفلور اوف ذا ماوس كافيتي يتكون من ايه؟ ده عباره عن ميوكوزا الساك، كيس من غشاء مخاطي انكلوزنج جروب اوف انترنسك ماسلز وريسيف فروم اوتسايد انذر جروب اوف اكسترنسك ماسل. طيب هذا كيس من ميوكوس ممبرين، ادي كيس من ميوكوس ممبرين قاعد بداخله عدد من الماسلز هنتناولها الان، وقام متصل بيه من الخارج عدد من المسلز الاخرى يسموا المسلز جوه مسلز داخليه او انترنسك، والمسل اللي ماسكه فيه من بره مسلز اكسترنسك. هذا الكيس اللي من ميوكاس ممبرين له تو سيرفيسز، ابر سيرفيس زي ما احنا شايفين من خلال هذا الرسمه كان رف، ولور او انفيريور سيرفيس كان هنا سموث. الان هنتلاول الاستراكشر اوف ذا ميوكوس ممبرين بتفصيل اكتر، ونتعرف بعد كده على الاستراكشرز او اللايز انسايد ذا تانج اللي هي المسلز. ناخد دلوقتي الابر سيرفيس اوف ذا تانج، يعني الابر سيرفيس اوف ذا ميوكوس ممبرين كفرنج ذا تانج. الابر سيرفيس اوف ذا ميوكوس ممبرين اوف تانج اللي بيسموه الدورسم اوف ذا تانج كان عباره عن جزئين اثنين مقسوم بفي شيب سالكس يسموه سالكس ترمناليز الى تو بارتس، انتيريور بارت تبع الماوس كافيتي باسمه اورال بارت، وبوستيريور بارت تبع الفارينكس او ريليتد للفارينكس مش تبعه هو ريليتد له وبيسموه فارينجيال بارت. هذا السالكس اللي فيه شيبت الايبكس بتاعته كانت متجهه بوستيريورلي عكس الايبكس اوف ذا تانج، وكان يوجد عندها فورامين يسموه فورامين سيكم. يبقى دلوقتي عندي الابر سيرفيس اللي هو الدورسم اوف ذا تانج كان مقسوم الى انتيريور تو سيرز سموه اورال بارت، وكان بيتميز ان هو رف، وبوستيريور سيرت اللي هو البوستيريور اللي هو الفارينجيال بارت وده كان سموث. طيب البوستيريور بارت كان سموث لان يوجد في عدد كبير من الليمفويد فوليكلز يسموها لينجوال تونسلز، اما الانتيريور بارت فكان رف لان في عدد كبير من اللينجوال بابيلي بتشغل الانتيريور تو سيرز. اللينجوال بابيلي دول كان تقسيمتهم ثلاثه، اول مجموعه اسمها فاليت بابيلي. الفاليت بابيلي نلاحظ انها بتبتدي بحرف الفي وتشغل منطقه على شكل حرف الفي ان فرونت اوف ذا سالكس ترمناليز. النوع الثاني من اللينجوال بابيلي اسمها الفانجي فورم بابيلي اللي معموله هنا بالاخضر. الفانجي فورم بابيلي واخده التب والسايدز اوف ذا انتيريور تو ثيردز اوف ذا تانج، اما النوع الثالث فكان من البابيلي فكان وايدلي ديستريبيوتد اول اوفر ذا انتيريور تو ثيردز واسمها فيلي فورم. فيلي كانها بتفل تملا معظم الانتيريور تو ثيردز اوف ذا ابر سيرفيس اوف ذا ميوكوس ممبرين اوف ذا تانج. اما البوستيريور وان ثيرد فكان سموث لان في عدد كبير زي ما قلنا من الليمفويد فوليكلز اللي بتكبر احيانا في البوسترولاترال انجلز وتعمل اللينجوال تونسلز. المسلز اوف ذا تانج هنقسمها لنوعين اثنين، مسلز جايه متصله بالميوكوس ممبرين من بره ومسلز
قاعدة انسايد ذا ميوكس ميكوتال ساك اوف ذا تانج من الداخل، الماسلز اللي من بره من الخارج. ده التانج دي الهيويد بون. اول عضلة هتمسك من الهيويد بون للتانج هنتكلم على الاوريجن والانسيرشن والنيرف سبلاي للاربع عضلات الاكسترنسك اللي ماسكه في التانج. فاول عضله كان اسمها هايوجلوسس، من اسمها هايو يبقى الاوريجن بتاعها هنعمله بالاحمر وطالع من الهايويد بون. جلوسس الانسيرشن بتاعها في التانج، ماسكه في التانج من تحت ومن ورا، يبقى فروم بيلو اند بيهايند، ماسكه في الميوكس ميمبرين من ورا زي ما احنا شايفين ومن فروم بيلو. العضله الثانيه اسمها جينيوجلوسس، الاوريجن بتاعها كان جاي من السوبيريور جينيال تيوبركل اللي موجود على الانر اسبكت اوف ذا ماندبل من قدام از سايدز اوف ميدل لاين، وماشيه بشكل فانشي، وحط الانسيرشن بتاعها في الميوكس ميمبرين اوف ذا تانج. فين بالتحديد؟ في الانتيريور بس من تحت. في عضلتين جاي من ورا، ستايلوجلوسس جاي من الستايلوبروسس وحط الانسيرشن بتاع حديد الهايجلوسس في البارت اوف ذا ميوكوس ميمبرين اوف ستانج من ورا. وفي عضله ثانيه جايه من فوق، جايه من الاستراكشر اللي بيتكون السوفت بلات اللي اسمه البلاتين ابنروسس واسمها بلاتوجلوسس، وحط الانسيرشن بتاعها في التانج فروم اباف اند بيهايند. ديت الاربعه ماسلز، النيرف سبلاي، الجينيوجلوسس والهايوجلوسس والستايلوجلوسس ياخدوا نيرف سبلاي من الهايبوجلوسال نيرف اللي هو الكرينيال رقم 12 باستثناء البلاتوجلوسس فالوحيدة اللي كانت بتاخد من الاكسسوري او الكرينيال اكسسوري نيرف، يعني بخلاف الثلاث عضلات التانيين. الاكشن اوف ذا اكسترنسك ماسل، تحمل الاكسترنسك ماسل على الاكشن الثاني، تغيير البوزيشن اوف ذا تانج. ازاي؟ الجينيوجلوسس هتشد التانج لقدام لانها جايه من قدام فتعمل بروتروجن اوف ذا تانج، الهايجلوسس هتشد التانج لتحت فتعمل التانج لتحت فتعمل ديبريشن اوف ذا تانج، اما الستايلوجلوسس فهتشد التانج لورا فتعمل اليفيشن اند ريتراكشن اوف ذا تانج، اما البلاتوجلوسس فهتشد التانج الاعلى هتعمل اليفيشن اوف ذا تانج. اذا البوزيشن اوف ذا تانج هيتغير بفعل الاكشن اوف ذا اكسترنسك ماسلز. امال الاكشن الثاني الماسلز الثانيه اسمها انترنسك ماسلز، مين هم؟ ادي التانج. الاكسترنسك الانترنسك ماسل اوف ذا تانج دي مترتبه في ثلاث صفوف، صف لونجوتينال وصف فيرتيكال وصف ترانسفيرس. الصف اللونجوتينال عباره عن عضلتين اثنين قاعدين انسايد ذا تانج، واحده سوبيريور واحده انفيريور لونجوتينال. جاي لهم الفيرتيكال انترنسك ماسلز دي ماشيه فيرتيكال زي ما احنا شايفين، ان بتوين ذم هنجد ماشي هوريزونتالي هنجد الترانسفيرس انترنسك ماسلز. النيرف سبلاي بتاع الانترنسك ماسلز كلها تاخد من الهايبوجلوسال نيرف، اما الاكشن بتاعها تعمل الانترنسك ماسل على altering the shape of the tongue، على تغيير شكل التانج. يعني اللونجتيون المصل سواء كانت السوبر او الانفيرور لما تعمل الكونتراكشن بتاعها هتعمل شورتنج للتانج، هتاثر التانج على انتروبوستيريور اكسس. اما الفيرتيكال انترنسك ماسلز لما الكونتراكشن بتاعها يحصل هيحصل فلاتنينج اوف ذا تانج، هتضغط التانج من فوق لتحت هتخلي التانج فلات هتبططه، اما الترانسفيرس هتشد التانج من السايدز فتعمل تقلل تعمل نارنج للتانج بس على ترانسفيرس اكسس. دي كانت الماسلز اوف ذا تانج بالجزئين بتوعها اللي هي الاكسترنسك ماسلز والانترنسك ماسلز. يبقى احنا كده مسكنا التانج من بره الميوكوس ميمبرين، شفنا الابر سيرفس وشفنا اللور سيرفس الموجود الاستراكشرز اللي ريليتد ليهم والاستراكشرز اللي بيكونوا، وشفنا الماسلز اوف ذا تانج، شفنا الاكسترنسك والانترنسك ماسلز والنيرف سبلاي بتاع كل واحد فيهم. طيب ماشي عن البلات سبلاي اوف ذا تانج. التانج ماسك فيه من تحت زي ما احنا عارفين الهايوجلوسس ماسل، كان فيه الارتري اللي بيغذي التانج اسمه اللينجوال ارتري. تحت التانج كان هنا السبمانديبولار جلاند قاعده في الفلور اوف ذا ماوس زي ما احنا شرحنا قبل كده. كان في ده البوستيبل اوف ذا جاستريك، وهنا الشريان الكبير بتاعنا اللي اسمه الاكسترنال كاروتيد. من تحت مستوى الهايويد بون كان هيطلع الارتيريال سبلاي اللي راح يغذي التانج اللي اسمه اللينجوال ارتري. اللينجوال ارتري جاي من تحت الهايويد بون فيرست بارت اللي يقع بين ذا بوستيريور بوردر،
وعامل له بقولنا الجريتر هورن اوف هيود بون، السكند بارت اللي يقع ديب ذا هايجلوسس، والثيرد بارت اللي كان ماشي على الانتيريور بوردر اوف هايجلوسس في طريقه الى التانك. هذا الارتري كان بيعطيني الثلاثه برانشز تغذي منطقه الايه الفلور اوف ذا ماوس ومنها للتانك. اول برانش اسمه السوبرا هايويد ارتري، البرانشز الثانيه جايه من السكند بارت تغذي الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج واسمهم الدورسالس لينجوي ارتريز. اما الارتري الثالث اللي هو كان الكونتينويشن اوف ذا ماوت الكونتينويشن اوف ذا ثيرد بارت وكان ماشي ديجيت انفيريور سيرفيس بيسموه ديب ارتري اوف ذا تانج او بروفاندا لينجوي ارتريز. من خلال هذه البرانشز كان التانج بيتغذى بالارتيريال سبلاي. اما الفينوس درينج، الفينوس درينج اوف ذا تانج بيكون عن طريق فين اسمه لينجو الفين، ولينجو الفين زي ما تعرضنا قبل كده ده فين بينتهي بحرفي ال ال، واي فين غالبا في منطقه الهيد اند نيك اخره ال بيكون مصيره الاند ستيشن بتاعته بتكون الانترنال جاجولار فين، وبيصب مباشره في الانترنال جاجولار فين. طيب اما النيرف سبلاي اوف ذا تانج هنقسمها لقسمين اثنين، انا عندي التانج فيه ماسلز هتاخد موتور نيرف سبلاي من خلال مجموعه من النيرفز. النيرفز دي كانت تشمل الاتي: الهايبوجلوسال نيرف بيغذي كل الماسلز اوف ذا تانج ايضا اكسترنسك او انترنسك ما عدا البلاتوجلوسس، فكانت بتاخد من الاكسسوري نيرف. ده الموتور للماسلز اوف ذا تانج. اما السنسوري للميوكس ممبرين اوف ذا تانج فكنا هنقسمه لقسمين اثنين، انا عندي السنسيشن في جسم الانسان وبالتالي التانج جزئين اثنين: جنرال سنسوري او جنرال سنسيشن، فكان عبارة عن البين والتاتش والتمبريتشر، ده كان هيوصلهم للتانج عن طريق النيرفز الاتية. الانتيريور تو ثيردز الجنرال سنسيشن من اللينجوال، البوستيريور وان ثيرد الجنرال سنسيشن من الجلوسوفارينجيال، اما الروت اوف ذا تانج الجنرال سنسيشن من الفيجاس، ده بخصوص الجنرال سنسيشن. طب في سنسيشن تاني اسمه سبيشال سنسيشن اللي هو التيست سنسيشن، ده كان بيوصل للتانج ازاي؟ انا عندي الانتيريور تيسيرز تاخد من الكوردا تمباناي، والكوردا تمباناي ده زي ما احنا عارفين كان برانش من الفيشيال نيرف، كان شايل للتانج او شايل من التانج تيست سنسيشن، وكان رايح يغذي السبلينج والسب مانديبولار سليفري جلانس ببارا سمباثيتك فايبرز. البوتيريور وان ثيرد اوف تانج بيستقبل او بيودي التيست سنسيشن اللي خارجه منه بالجلوسوفارينجيال نيرف بيوديه للبرين. الدياجرام ده سايد فيو يبين لنا منطقه نفوذ كل من النيرفز اللي بتغذي التانج. دي السنسوري نيرفز اللينجوال نيرف والكوردا تمباناي، ده جنرال وسبيشال سنسيشن اللي هو تيست سنسيشن من الانتيريور تو ثيردز. اما الجلوسوفارينجيال فكان جنرال وتيست سنسيشن من البوستيريور وان ثيرد، اما الفيجاس فكان بيغذي الروت اوف ذا تانج. دايجرام اخر تو فيو لينجوال والكوردا تمباناي للانتيريور تو ثيردز، وهنا الجلوسوفارينجيال كان بيغذي جنرال وتيست سنسيشن من البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج.